هل تحاول تحسين مظهر بيتك؟ هذا يعني في الغالب التخلص من الأشياء القديمة واستبدالها بأخرى جديدة. أوه، لماذا لا تثبت على المسمار؟ ماذا علي أن أفعل الآن؟ أها، وجدتها. هل أعرتني هذه الشوكة للثانية؟ سأعيدها لك، لا تقلق. ما عليك سوى وضع الشوكة على المسمار وتمرير اللوحة إلى أسفل المقبض. الشوكة متعددة الاستخدامات بكل تأكيد، وهذا مثال على الحيل العبقرية للإصلاحات المنزلية. ساعة المنبه الجديدة هذه رائعة! لا مزيد من التأخير بعد اليوم! ماذا عن هذه الساعة؟ لم أعد بحاجة إليها. تم استبدالك. من الأفضل أن أزيل هذا المسمار. إنه عالق في الجدار. لابد أن لدي أداة في مكان ما يمكنها مساعدتي. هذه المطرقة هي ما أبحث عنها. طرفها المسنن سيخرج المسمار. سأجربها الآن. يا ويلي! لقد تركت أثراً على جداري! ما كان يجب أن ألمس المسمار! في المرة القادمة التي تحاول فيها نزع مسمار، من الأفضل أن تنفذ الخطوة الإضافية التالية. هل يوجد أي شيء يمكنني استخدامه هنا؟ قد تعمل هذه الإسفنجة كعازل ممتاز. سأحاول مرة أخرى. إن كنت لا تريد ترك آثار على الجدار، فضع الإسفنجة تحت المسمار أو البرجي. بهذه الطريقة لن يلمس المعدن الجدار أبداً. واو! ديكور جميل يا للي! تم تفادي الأزمة. هذا البرجي مثبت بإحكام. أغراضي! لماذا حقيبة الأدوات مرمية على الأرض؟ إنه خطأي. شكرا جزيلا يا كيفن. لقد انكسرت نظارتي. ماذا قلت؟ هل تعرف كم هي باهظة؟ لقد أفسدت يومك، أليس كذلك؟ لكن ربما أستطيع إصلاحها. أعطني نظارة. من المؤكد أنهما لا يتطابقان. أظن أني لا أستطيع إصلاح اليوم للأسف. يا ترى، هل يمكن لمشبك الورق هذا مساعدتي؟ حجمه مناسب تماماً، ألست محقاً؟ ابدأ بفرد أحد طرفي المشبك. وباستخدام مطرقة، دق هذا الطرف حتى يصبح مسطحاً. يمكنك الآن استخدامه كمفك صغير. حالما تضع البرجي في مكانه، ثبته باستخدام أداتك الصغيرة الجديدة. أظن أني أصلحت نظارتك. جربيها. حسناً. أصبحت محكمة أكثر من السابق. فكرة ذكية يا كيفن. أخيراً حان وقت الفسحة. يا كيفن، هل يمكنك مساعدتي في تعليق هذه الصورة قبل بدء الحصة التالية؟ بالتأكيد يا أستاذ. يجب أن تضعها في المكان الصحيح. مرحباً كيفن. هل فهمت كلامي؟ لقد تأخرت على اجتماع المدرسين. ماذا؟ لم أسمع أي شيء مما قاله. على أي جدار طلب مني تعليقها عليه؟ سأضعها في أي مكان. أولاً يجب أن أضع المسمار في الجدار. ستكون مهمة سهلة بالتأكيد. تأكد أنه ثابت. والآن سأعلق الصورة. تبدو جيدة. للي! للي! انظري هنا! ماذا؟ كلا! من المفترض أن تعلقها هناك! يا ويلي! يجب أن أزيلها قبل أن يعود الأستاذ! أزلت المسمار! هذه الفتحة غير واضحة، أليس كذلك؟ أنا في ورطة كبيرة! لكن ماذا أفعل الآن؟ شكراً يا للي! هذه الطبشورة قد تساعدني. بما أنها بنفس لون الجدار، فقد تغطي الفتحة ولن يلاحظها أحد.
هل أنا عبقري أم ماذا؟ لكن عملي لم ينتهي بعد. هل هذا المكان صحيح يا لالي؟ تبدو جيدة يا كافن. سأمنحك درجتين إضافيتين على هذا النشاط. كلنا نحب استقطاع بعض الوقت للعب في العطلة الأسبوعية. انظري إلى هذه السيارة السريعة. مالاً، لماذا توقفت؟ هيا. يبدو أن وقت اللعب قد انتهى. ربما تحتاج إلى بطارية جديدة. يجب أن أفتح هذا الغطاء. مغلقة بالبراغي. لالي، هل لديك مفك براغي يمكنني استعارته؟ حسناً، إنه يستعير أدواتي دائماً. آمل أن هذا هو المفك الصحيح. هل تبحث عن هذا؟ البطاريات قادمة. إنه صغير جداً على هذا البرج، لا يمسك بأي جزء منه. أحتاج إلى مفك بحجم أكبر. آسف أيها المفك الصغير، ما الأدوات الأخرى التي تحتفظ بها ليلي هنا؟ هناك الكثير منها، لا أعرف ما الذي يجب أن أختاره. أريد أن ألعب بسيارتي. لماذا لا يعمل هذا المفك؟ أتمنى لو أستطيع جعله أكبر بطريقة ما. يا لالي، هل يمكنني استعارة ربطة شعرك الخضراء؟ لكني ضفرت شعري للتو. أنا لست سعيدة بتصرفاتك. وجدت الحل. لهذه الحيلة، ضع الربطة المطاطية على البرج. ستملأ الفراغ وسيتمكن المفك من الإمساك بالبرج. إنها تعمل، أترين؟ أزل الربطة واسحب البرج بأصابعك. افتح يا سمسم. وداعا يا رفاق. يمكنني الآن العودة للتسلية. خذي ربطة شعرك. كرمك أنقذنا اليوم يا لالي. والآن يمكنني قيادة السيارة مرة أخرى. آمل أن اشتريت مسليات كافية للحفلة. ولدي البالونات والديكورات. كيفن، أنت هنا؟ وجئت محملاً بالهدايا. أوه، هذا لطف منك يا كيفن. دائماً تحضر لي أجمل الهدايا. حتى شكل الغلاف جميل. التسويق يقتلنا. أوه، هذه اللوحة ظريفة وجميلة. شكراً جزيلاً. هل يجب أن أضعها هناك؟ يجب أن أحضر أدواتي أولاً. وجدتها. سأعلق اللوحة في وقت قصير. هيا للعمل. لا أعتقد أن هذه المطرقة تعمل مع هذه المسامير. يمكنها العمل معها. سأريك الطريقة. شكرا يا كيفن. حسنا، حانت اللحظة المهمة. يجب أن أثبت المسمار بشكل صحيح. أنا مستعد للوحة الآن. تفضل. أوه لا، إنها لا تعلق بالمسمار. هيا أرجوك، ما الذي يحدث معها؟ فهمت المشكلة. آسف يا ليلي. مهلا، أعطيني هذا الغطاء. أظن أنك تخطط لفعل شيء ما. تفضل. أشم رائحة السحر. إن كانت لوحتك لا تحتوي على ثقب أو مزلاج، فضع غطاء كول عليها. ثبته بهذه الطريقة. ستعلق الآن على المسمار فوراً. تبدو متساوية. في الوقت المناسب قبل بدء الحفلة. هل يمكنك مساعدتي في تعليق المزيد من الديكورات؟ أي شيء لأجلك يا لالي. ستبدو الغرفة جميلة كثيراً. كيفن، حركها قليلاً إلى اليمين. هل تحب تعلم حيل منزلية جديدة ومبتكرة؟ لا تبخل، وشارك معلوماتك الجديدة مع أصدقائك، وتأكد من الاشتراك في قناة 123 جو على اليوتيوب لتشاهد المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة والمفيدة.